والفيدة الأولى ديال اليوم كما قلت لكم واحد مول الحليب كيفرق الحليب كتعرف رعي مرض كيطلع كيعطي لها الدار كيعطي لها الدار كيعطي لها الدار كيهود واحد الدار كما تيدق عليها خرجت عنده ذاك النهارات المرأة ايش سوميش وتلقى الشعير اعطاها الحليب يعطي العروبي بات ليه المرأة خرا فيها الغد ليه تاني جا مع الصباح جاب الحليب دق عليها خرجت عنده هي بست ايامات والسليم هيدات السوميش عروبي يضرب عليها اعطاها الحليب هبط الغد ليه تاني يدق عليها جايب الحليب خرجت عنده هي بالبيكيني ست ايامات ما كاينين عريانه اعطاها الحليب زاد الغد ليه تاني مع الصباح جايب الحليب اش قال ليه كرو هذا ما بقى سليم قال يوم راه تحيدو تخرج قلوانيه اردت انا نحيد هاد القلاوي كامل وتلقى انا وياه حيد كل شيء وبقى عريان هو يدق شاد الحليب في يديه مع الزهر ديالو ذاك النهار حليه رجلها قرعت لقاه قلواني قال له هدا هاكا الحليب الى فيه نقطات الماح ويني ها